انا عايز افهم بس، انت للدرجه دي غبي وما بتسمعش؟ انا غلطان لك يا استاذ فطير، انا غلطان، ما عدتش اعمل كده تاني. ما انت كل مره تسرقني وكل مره تقعد تتاسف وتقول لي انا غلطان لك ومش هعمل كده تاني. المره دي كنت معذوره يا استاذ فطير، والله معذور، انما انت لو ما سمحتنيش المره دي انا موت نفسي زي كل مره. خلاص خلاص يا بسكليت، ما تقوقش مسامحك. بقول لك سابته البيت من غير سبب. من حقه قانونا يطلبها في بيت الطاعه طالما موفر ليها المسكن والماكل والمشرب، واذا رفضت تبقى ناشز. انا دلوقتي بقى يا بسكليت عايز افهم، انت ليه المره دي تسرق العجله بتاعتي؟ انت ايه السبب؟ كان نفسي في كوتش مستورد من اللي بيجيبهم عم عربي من بورسعيد. الكوتش اللي في رجلي دابع يا استاذ فطين، بقاله سنين على رجلي حتى شوف. خلاص خلاص جتك القرف، خلاص يا عم هتخليني اعيط يا بسكليت. وبعد ما فنشوني اكتشفت ان هما مش مأمنين عليا، واللي اتخصم مني راح عليا. ادي شغل القطاع الخاص يا سيدي. الماده الثانيه من قانون التامينات والمعاشات لعام 1974 بتقول: ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئه طبقا لاحكام القانون في الدوله. يعني قضيه ابنك لا هتاخد حقك وهو يتحبس. خد يا بسكليت ادي 50 جنيه هي تديها لعمك عربي مقدم للكوتش وتروح تشتغل وتدفع له كل شهر قسط. ها ما تحرمش منك يا استاذ فطين، ربنا يخليك لنا يا رب، ربنا يخليك. ايوه يا اخويا ما نحرمش منك علشان بقى تقعد تسرقني كل شويه، ويا ريتك بتسرق حد غيري. ما انا لما بسرق حد غيرك بيبلغ عني، انما انت الشهاده لله عمرك ما عملتها وكل مره بتديني فلوس. مع ان يا بسكليت المفروض انا اول واحد اروح ابلغ عنك، لكن انا لا يا بسكليت، علشان عارف انك يتيم وابوك الله يرحمه موصيني عليك من ساعه ما قفشت وهو بيسرق المروحه من مكتبي. بس كان بيحبك قوي وبيحب يسرقك قوي قوي وانا طالع. الله يرحمه يا بسكليت، مات قبل ما ينصلح حاله، بس انا مش هسيبك يا ولد، هخليك تنصلح حالك. يعني هتنصلح حالك؟ ها تشرب حاجه فخفخينه يا واد يا سي. ايوه ايوه جايلك يا استاذ فطير. غلط. ايه سيكا ده؟ الشيش دي ضد القانون، رجعهم رجعهم جوه بدل ما اطصك محضر اغواء قصر على الاضرار بانفسهم يا سيكا. وانا مالي انا يا استاذ فطين؟ دي قهوه وصاحبها المعلم زلعوكا هو اللي عايز كده. انا مالي وبتبجحني؟ بتبجحني؟ فين المعلم زلموكا بتاعك ده؟ هاتوني. مين الكلب اللي صوته بيعلى في قهوتي ده ومش عاجلني اي اعتبار؟ الكلب ده يا معلم، البشوات جايين وعايزين يطلبوا يعني شيش من حقهم، قال ايه مش عايز ينزلهم علشان اقل من 16 سنه. انت عملت كده؟ انا ما عملتش حاجه يا معلم، اقوم عندك قوم اسالهم. اخرس يا سيكا يا حيوان، ايه كمان هتبرطم؟ فعلا الناس تخاف ما تختشيش. ايه اللي بيضحك قوي؟ امشي اللي اتسرق منك الاول. العجله ده ايه الغلب ده يا رب؟ ايوه يا فطين. ايه يا حبيبي محتاج حاجه؟ اتلسوعت يما تاني، اتلسوعت يا حبيبي. حصل لك حاجه يا حبيب قلبي؟ لا ما تخافيش يا ست الكل، ما تخافيش، ده ابنك ده قرد مسلسل. على مهلك على مهلك يا ابني. اتلسوعت تاني؟ قلت لك يا حبيبي على مهلك. قلت لك سيب موضوع الطبخ والاكل ده على امك حبيبتك. يا امي ما انا سايبهولك طول الاسبوع، فيها ايه يعني لما ريحك يوم واحد بس؟ يا ست الكل يا قمر بيطل على الدنيا كلها، ولا انت بقى ما بتحبيش تاكلي من ايدي؟ ايه ده انت حتى نفسك حلو في الاكل يا دنايا. بجد يما؟ امال ليه بقى اخر مره طبختلك فيها اكلتي من هنا وقمت داخله اوضتك من هنا وقعدت بقى اسمعك طول الليل عماله تتألمي كده كأن في مغص او بطنك وجعاكي؟ اوعى يكون من اكلي. لا يا حبيبي لا يا روح قلبي، ده انا بس كان عندي صداع شويه. صداع جامد ايه يما؟ انا سامعك عماله تقولي اه يا بطني اه يا بطني. لا يا روح قلبي، ده انا كنت بقول اه يا دماغي. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا يا فاطين يا ابن بطني. بس انت صعبان عليا قوي من العصر وانت في المطبخ، والساعه بقت 10 ولسه ما اتغديتش يا دناي. متقلقيش يا ست الكل، ان شاء الله هنتغدى، هو بس المحشي كده هو اللي شكله طالب تاجيل، انما على مين؟ ان شاء الله من اول جلسه، قصدي من اول غاليه، وهتاكلي صوابعك وراه. وعند اذن وفي هذا الصمت الرهيب والسكون القاتل يدخل القاتل بأنيابه وأسنانه الحادة المليئة بالدم
وهو يبحث عن فريسة جديدة. أنا خايفة يا بابا. في شاطرة بنتي دلوقتي حدوتة يعني خلاص بقى شاطرة. يا صلاة النبي كمان موسيقى تصويرية. واقترب القاتل من غرفة النوم، أحست البيت بخطوات قدميه فأسرعت لتضيء الأنوار، ولكن القاتل قد فصل الكهرباء عن البيت كله، فأسرعت وهي ترتعش وهو عايز ياخد أحشائها بأسنانه. الحقني يا بابا. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، ما خلاص خلاص باشا. واقترب أكثر فأكثر فأكثر، فزنخت البنت مستغيثة بأعلى صوتها، بابا خلاص خلاص يا شهري، البنت هتروح مننا. اقول لك على حاجه، الروايحين صدقني مش هتعزز معاك كده. حلو يا اختي. طب اقول لك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه يا عزوز الله؟ هو انا كل ما احكي لك روايه يا اخي تفصلني كده وتعمل لي فيلم الهندي ده انت وبنتك؟ ما انت يا ماما كل مره تخوفينا. اخرسي بالراحه على البنت شويه. اسكت انت. حاضر، انا سايبها لك ونازل الشغل، عندي نبطشات ليل. اللي يشوف كده يقول يا ما هنا يا ما هناك. ايش حال ما كانش الاسم في وش البيت وبتروح تقعد وما بتعملش حاجه؟ ايه ده؟ القهوه شاطت، القهوه شاطت. خساره انها جت في القهوه. انا نازل الشغل يا بنتي قبل ما تيجي. تروح وتيجي بالسلامه يا فندم، يا احسن مساعد اول ظبط في الداخليه كلها. بنت ابوكي صحيح، امتى بقى اجوزك واخلص منك عشان اروق لامك بقى ورواياتها اما طلعت على جدي تهبله. ربنا يخليك ليا يا بابا. على فكره انا عامله لك صينيه البسبوسه اللي انت بتحبها، ويا دوبك عقبال ما توصل المكتب وتقعد اكون جايبها لك. طيب بصي بقول لك ايه، ابقي حطي لي على وش البسبوسه حته قشطه كده من ورا دراكولا اللي في المطبخ. حاضر. سلام. باي. عسل وربنا. كويس انه مشي عشان اقعد انا وانتي كده على رواقه احكي لك الجزء التاني من الروايه. لا يا ماما كفايه كفايه، مش عايزه بقى كده يا بنت عزوز. ماشي، هتروحي مني فين؟ ما انا هقراها لك. لا انا هقراها لك. بس قولوا لامي طب وانا مالي، طب وانا مالي، طب وانا مالي طيب يا غزالي. طب ما تخلص بقى يا غزالي، ده احنا داخلين على نص الليل وانت لسه ما اتغديتش يا دنايا. انا مش فاهم يا امي انت ليه بقى مستعجله النهارده قوي كده. قال لها انت مش دايما بتقولي لي ما تستعجلش يا فاطين في التأني السلامه والعجله من الشيطان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله صحيح يا ابني، هي العجله مش مركونه تحت دي؟ الواد بسكليته سرقها تاني. تاني والخامس عاشر، وبعدين انت اللي سكت له، ما تبلغ عنه وتسلمه. يا امي انا عايز اصلحه، وبعدين انا عامل عليه بحث وبعته للملحق الثقافي لسفاره ماليزيا. ماليزيا؟ اشمعنى ماليزيا؟ لان يا امي الواد بسكليته تحس كده ان هو شكله مدي على الماليزويين، وبعدين هم هناك بيهتموا جدا بموضوع الجريمه والقانون، وبياخدوا كل الابحاث من كل بلاد العالم. ده بعتوا لي جواب شكر على القهوه. طب وانت يا دنايا هتعمل ايه بس من غير العجل؟ هقضيها بقى تكاتك يا امي لحد ما نستلم ان شاء الله العربيه الجديده من عند الحاج ميمي، وخلاص اخر قسط هو الشهر ده. قولي لي بقى، خلصت السلطه ولا مأخرانا على الفاضي؟ خلصتها يا روح قلبي، بس شغل انت بقى، ده انت على لحم بطنك من الصبح. قولي بقى ان انت اللي جعانه ومشتاقه انك تاكلي من ايد فطنطن ابنك حبيبك. قولي لي يا امي، احنا اخر طبخه خلصناها امتى؟ قبل الفجر بشويه. اوعدك بقى يا امي المره دي قبل نص الليل هتلاقي السفره دي كلها جاهزه. والنبي يا فاطين يا ابني انت لازم تتجوز، لازم يا ابني تتجوز، ويا سعدها يا هناه اللي هتتجوزك. والله يا ست الكل انا كنت مجهز لك المفاجاه دي بعد الغدا، بس شكلي كده هقول لك عليها. والنبي قول لي يا فاطين يا ابني، قول لي وطمن قلبي، لقيت عروسه وعجبتك؟ هي من ناحيه عجبتني فهي عجبتني قوي ياما. ايه ده، قمر بدر منور تشبه لك كده بالظبط. اوعى يا فاطين تعمل زي كل مره وتيجي ساعه الجد تقول لي لا ياما انا مش عايزه اتجوز، انا هقعد معاكي هنا من غير جواز. اوعى. لا 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 يا اما، لا هم العرايس اللي فاتوا دولت عرايس، ما كانش حد يشبه لك ياما، دول كلهم كانوا جنح وجنايات، انما العروسه دي بقى قضيه مستعجله محتاجه محامي شاطر زيي. اسمها ايه يا فاطين؟ قطر. قطر؟
اسمها قطر يا فاطين. اه يما اسم شعيري مش كده؟ ودي قطر ايه بقى؟ قشاش ولا ديزل؟ فرنساوي يما فرنساوي، ودرجة أولى مكيف كمان. هو عيبها الوحيد المحطة اللي خلفتها. أمها؟ اه يما لسانها متبري منها حبتين، وقال ايه اسمها شهر. شهر؟ وشهر ايه بقى؟ هو انا ما سألتهاش يا امي، بس اللي زي الست دي يا اما شهر طوبة يا امشير. ايه ده؟ بينها زبونة زبونة، اعملي لنا بقى كوبايتين شاي بسرعة يا اما. ومستعجل كده ليه؟ وانت يعني تاخد منهم فلوس؟ مش مهم الفلوس يا امي، المهم القانون يتطبق. طبق؟ والغدا؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ست عطيات؟ ازيك يا بنات؟ ازيك يا عم فاطين؟ انا مش قايل لك 100 مره تتقلي البت نوجة الصغيره دي، انا هتاخد برد يا بنتي. ها قولي لي خير، ايه اللي حصل؟ انت يا استاذ فاطين مش كنت متفق مع شندولي جوزي ان انا اتنازل عن قضيه الطلاق وقضيه النفقه، وهو يبعت لي مصاريف ليا وللعيال دول كل اول شهر؟ اه حصل، والكلام ده انا موثقه عندي في ورقه هنا في المكتب. طب ايه قولك بقى ان انا رحت له اطلب ليا مصاريفه للعيال دي؟ قال لي مش هديك فلوس لا انت ولا العيال، واللي عندك اعمليه انت والطرطور اللي جراه وراكي. يا حصلت يا شندولي الكلب طرطور. اسكت، هو انا ما قلتلكش ايه اللي حصل كمان؟ ده انا عرفت كمان ان كان فرحه امبارح، وجاب لمراته شبكه قد كده، وجاب لها عفش كله جديد في جديد، وعمل لها حته دين فرح، وصرف يا اخويا مصاريف قد كده كمان يا شندولي الكلب. شبكه وفرش وفرح ومن غير ما تعزمني؟ ده انت ليلتك سودة. الشاي يا فاطين ملهوش لازمه يا اما الشاي دلوقتي، وكملي انت الاكل علشان انا رايح لشندويلي. يلا بينا عطيات. يلا يا عيال، ليلتك ما فيهاش استئناف ولا نقض يا شندويلي الكلب. يلا يا بنت انت وهي. يلا طالما رايح لشندويلي يبقى هتبيت في الاسم زي كل مره. هخلص الاكل وابعت لك الغيارات. ومشروب الطاقة. واثبت أهم حاجة المخرطة، اثبت عندك المخرطة. اتهجم عليا وبطحني وعورني وحتى بنفسيته قدام مراتي سحر. مش كده يا سحر؟ كده يا شندو. شندو شندو يا سحر، بتدلعيه يا سحورة. ماشي ماشي يا عم شندو، بتتبلع عليا يالا. ده انا بتاع القانون، بتاع القانون. وطالما جبت سيرة المخرطة يبقى اثبت عندك يا صول عزوز كل كلمه بيقولها شندو ده. ويانا يا انت يا شندو، انت وسحر وكله بالقانون، هبهدلكم. ها ده انا في ايه يا ابني؟ بتكمل قطر؟ قطر بنتي يا قطر؟ قطر ايه في ربك؟ ايوه يا بابا. ايه اللي جابك هنا؟ البسبوسه يا بابا. ايه ده؟ هو حضرتك اللي عامله البسبوسه دي؟ ايوه، وبالقشطه. بالقشطه كمان؟ الله كده حلو قوي بالقشطه فعلا يا قشطه. ممكن بقى حضرتك تبقي تقولي لي المقادير بتاعتها علشان لازم اعملها لماما؟ احترم نفسك، خليك في اللي انت فيه. اوعى البسبوسه دي جايه لي انا. ما تسيبك من البسبوسه يا حصل عزوز، وخليك مع اللي ساح في دمه. خلاص يا سيدي نعمل لك محضر. عم عزوز. نعم. ما تخلينا في البسبوسة أحلى. آه والله خلينا في البسبوسة. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا قصدي لازم الشندويلي ده يتأدب. يلا يا فاطين، الفطار جاهز يا حبيبي. حاضر حاضر يا أمي، يا صباح الفل. صباح النور يا حبيبي. وإن أقل حق من حقوق المواطن الشريف هي الحصول على كوب ماء نظيف يروي عطشه. إن مواثيق الأمم المتحدة. افطر كويس يا فاطين، أنت جيت امبارح وما تعشيتش. آه يما، من بعد ما شفتها امبارح وأنا شبعت. إيه ده؟ هو في جمال كده؟ بنت الإيه؟ قمر قمر عسل يما.
هي مين دي يا فطين؟ قطر يما قطر. تاني قطر؟ وبعدين انت ايه اللي فكرك بقطر؟ انت عديت على المحطه؟ وبعدين انت مش كنت امبارح في القسم؟ لا يما انا ما روحتش المحطه، القطر هو اللي جه القسم. قصدي هي اللي جت ودوقتني البسبوسه بالقشطه يما من ايديها، ايديها اللي تتاكل اكل. وهي ايه اللي ودها القسم؟ هي رد سجون يا واد؟ تقريبا يما. ايه بتحب واحده رد سجون؟ دي اخر صبرك يا فطين؟ يا امي انت فهمتيني غلط، ده ابوها هو اللي رد سجون. ايه ييه لخبطتيني يما، هو انا ما قلتلكيش؟ لا يا روح امك ما قلتليش. مش ابوها يطلع الصول عزوز يما، وهي كانت رايحه علشان تديله البسبوسه، والنبي يما بقى نروح له علشان نخطبها بقى. هو الصول عزوز ابن حلال بس مراته زي ما انت بتقول لسانها عامل. علشان خاطري يما، علشان خاطري، لحسن انا امبارح طول الليل عمال احلم بقطرات السكه الحديد كلها، يرضيكي بقى قطر منهم يجي يقوم لهفني كده هون ويطير هي كمان مني؟ انا امك يا حبيبي. وساعتها بقى يا ام فاطين مش هتجوز خالص وهقعد في قرابيزك كده. لا وعلى ايه؟ انت تعدي على صول عزوز وتبلغوا ان احنا هنروح لهم اخر الاسبوع. وليه اخر الاسبوع؟ ما خير البر عاجله، احنا نكلمه دلوقتي اهو. ده انا حتى لما حافظ التليفون اهو في دماغي، حافظه فين. بس هتكلمه بدري كده يا ابني، في الساعه لسه ما جاتش 7. يما عم عزوز بيخلص النبطشيه الساعه 6 الصبح، يعني تلاقيه دلوقتي لسه ما نامش. جرس يما جرس، قلبي بيعمل كده. قلبي ايه؟ الو الو، هي يما هي، صوتها حلو قوي قوي، انا مش قادر اسمعي كده. حلو صح؟ اه يا اخويا حلو قوي، ولا نجاة الصغيره في زمانها. رد عليها قبل ما تقفل. صح صح. الو يا صباح البسبوسه بالقشطه. ايوه يا ستي، انا الاستاذ فطين علي حسين الجرح المحامي. ايوه بتاع العجله والمخرطه. بابا عزوز موجود حضرتك؟ اه بابا موجود بس هو نام متاخر. تحب اصحيه لك؟ ده مين اللي بيتصل على الصبح كده؟ ده استاذ فطين. عايز بابا. وعايز ايه بقى سيزفت ده على الصبح؟ اديني السماعه. ام قوي ام قوي يا قطر، ما تديهاش السماعه. ما تديها. ايوه يا سيزفت، عايز ايه؟ لو سمحت يا مدام شهر، حضرتك لم لسانك. وبعدين حضرتك انا مش طالبك انت، حاجه غريبه جدا، انا طالب عم عزوز. انت مالك ومالي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ لا مالي ومالي يا عينيا، ده بيتي وتليفوني. انت اللي مالك بتتصل بينا ليه يا وش الفقر يا فال الشوم؟ ايه في ايه على الصبح يا شهر؟ المحامي اللي اسمه فطين فال الشوم. سامعه يما بتقول عليا فال الشوم؟ انا فال شوم حضرتك؟ انا مش هرد عليكي علشان انت واحده ست. هات ارد عليها انا. ايه يا ست انت، ابني كان عمل لك ايه عشان تقولي عليه فال شوم؟ ده حتى ابني بسم الله ما شاء الله ادم وادم الساعد. اتكلمي على قدك يا اختي. لا يا روحي، انا اتكلم براحتي وفي بيتي وفي اي حته. خلاص يا ماما بقى اخرسي. خلاص يا شهرات السماعه. اسكت انت. دي زي ما انت قلت لسانها متبري منها، اعوذ بالله. ايه ده حاجه؟ كملي كملي شتيم. هي مين دي اللي لسانها متبري منها يا وليه يا رشانه؟ انا رشانه؟ بتقولي قرشانة يا فطين؟ أمك قرشانة؟ لا يا أمي لا، لا يمكن تكوني قرشانة، ولا إن شاء الله هتكون. هاتي 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 هاتي. مين دي اللي وليا قرشانة يا وليا يا خرفانة؟ خرفانة؟ أنا خرفانة يا عزوز؟ والله ما أعرف. هاتي 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 السماعة. ما تزعليش يا ست غالية يا محترمة. قصدي اهلا اهلا يا استاذ فطين. يا عم عزوز بقى يرضيك كده قلة القيمة من مرات حضرتك لأمي، أمي الست غالية اللي كل أهل الجزيرة بيحلفوا بيها؟ لا ده كله علشان اتصلنا بيك. وبعدين يا عمي احنا بنتصل بحضرتك علشان نحدد ميعاد علشان نتقدم لصاحبة الصون والعفاف الآنسة قطر. نقوم ننداس كده. ايه؟ تتقدموا لبنتي قطر؟ يا أهلا وسهلا، ده انتوا تشرفونا في أي وقت. هما مين اللي شرفوا؟ استني بس اديني فرصتي. ايوه يا استاذ فطين، منتظركم النهارده ان شاء الله تشرفونا، وانا بنفسي هعتذر للست المحترمه غاليه هاني. مع الف سلام. تعتذر لمين؟ اخرتها سيزفت ده هو اللي يتقدم لبنتك؟ ايوه. انت يا قطر يلا على شغلك، ما تنسيش تاخدي اذن بدري عشان تيجي كده تستعدي وتستحمي عشان الناس اللي جايه دي. حاضر يا بابا، يلا مع السلامة. سلامة يا حبيبتي. انت ايه اللي بتقوله ده؟ أنا مش موافقة، وهتشوف كلمة مين اللي هتمشي. لا بقى يا شهر، المرة دي بالذات بقى لازم توافقي. ما مرضتش أتكلم قدام البيت،
كل العرسان اللي جم للبيت طلعت فيهم القطط الفاطسة شهر. لما خلاص العرسان رجليهم اتقطعت عن البيت، المرة دي بقى العريس محامي ومحترم وسمعته حلوة في وسط الناس. ارحميها وارحمينا بقى، عايزين نجوز البت اللي حيلتنا ونفرح بيها كده. ماشي يا عزوز، مش رايحة يعني، مش رايحة يا فاطين. انا يتقال يا رشانة وانا لسه ما دخلتش بيتهم، اما لما تتجوزوا هيتعمل فيا ايه؟ يا امي ما حدش يقدر يزعلك ولا يدوسلك على طرف طول ما فاطين ابنك عايش. قال لا، وبعدين البنت يما زنبها ايه؟ اهو برضو ننقذها من براثن امها المرأة العنكبوت دي. اما نشوف، مش يمكن البنت تطلع لامها؟ اقفل قدر على فمها. لا 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 لا، كله الا قطر. قطر دي يما انت هتحبيها جدا صدقيني. اما نشوف يا اخويا. يعني وافقتي يا ست الكل؟ وانا ليا حد غيرك دلوقتي بعد المرحوم ابوك، واخوك اللي ربنا وحده يعلم هو فين دلوقتي وبيعمل ايه. ربنا يا رب يخليك ليا يا رب. اخوي خليك يا حبيبي. امسك دول فلوس اخر قسط للعربيه بتاعتك اللي هتستلمها النهارده، اوعى يتسرقوا منك. لا يا ماما ما تقلقيش، برضو ما بتنسيش حاجة. بس برضو يا ست الكل مش هنستلم العربية من عند الحاج ميمي غير واحنا مع بعض. ودلوقتي بقى يا ماما استأذن علشان اروح المحكمة، لحسن النهاردة اليوم كله كومبليت. اجهز لك كام غيار زي كل مرة وبعتهم لك على الاسم؟ لا يا ماما لو حصل هبقى اقولك. وبعدين ما تقلقيش، ده انا النهاردة محضر لهم حتة دين مذكرة ما تخرش المية. إن أقل حق من حقوق المواطن الشريف هو الحصول على كوب ماء نظيف يروي ظمأه. إن مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان وجميع القوانين والأعراف. طلباتك يا أستاذ فاطين على المروحة يا سمير. حاضر يا باشا. بس أنا يا فندم لسه ما خلصتش مرافعتي. اتفضل كمل كمل يا أستاذ فاطين، بس بالله عليك تختصر اختصر عشان خاطر، ومهما تنساش ان دي القضية 83 اللي انت بترفعها على مرفق مياه القاهرة. اختصر ورحمة ابوك يا شيخ اختصر. حاضر يا ست القاضي حاضر، حلفتني بالغالي. انا عايز بقى سيادتك تشوف كده وتركز معايا كويس اوي. دول ازازتين مية من الحنفية، دي مية من الحنفية بشكل مباشر، ودي مية من الحنفية بس بعد ما عدت من على الفلتر اللي باظ طبعا. تحب سيادتك تدوق وتستطعم؟ لا 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 لا، انا معايا زمزمين. يا فندم العلم بيقول ان المية ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة، مظبوط؟ مظبوط يا استاذ فاطين. اختصر، انا واخد 2 قرص نوفالجين عندي صداع. الف سلام عليك يا فندم. وزارة بقى المية بتاعتنا يا فندم أثبتت أن المياه لها طعم ولون ورائحة يا فندم. وفي تقرير من وزارة الصحة بيقول إن المياه دي مختلطة بمياه الصرف الصحي. ليك حق يا فندم تقول كده، مال الناس الغلابة بقى اللي معهمش فلوس يجيبوا فلتر يعملوا إيه؟ يلطموا يا فندم. ده تقرير من وزارة الصحة بيقول إن نسبة مرضى الكبد والكلى في مصر أعلى نسبة في العالم. سيد القاضي، البلد فيها 29 مصنع و300 فندق بيرموا مخلفاتهم بالكامل في مياه النيل العظيم. يعني ببساطة يا فندم، سنوياً بيلقى في النيل 4 مليون طن مخلفات وملوثات. طلباتك يا أستاذ فاطين. أنا بقى أطالب بالآتي يا سيد القاضي. أولاً استجواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستجواب وزير الصحة، واستجواب وزير الري والمياه، واستجواب رئيس الوزراء، واستجواب واستجواب مين تاني؟ أجبنا رئيس الجمهورية؟ لا يا فندم اركن ده على جنب، دي رؤى. في حاجة تانية يا أستاذ فاطين؟ ألف شكر يا فندم، متشكر جدا على اتساع صدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي على القضية اللي بعديها يا سمير. قول 35 المدعى عليه وزارة الكهرباء المختصم الأستاذ فاطين. ليه كده يا أستاذ فاطين؟ يا دي أنت تاني يا أستاذ فاطين، دي المرة الـ 12 اللي أنت بتختصم فيها وزارة الكهرباء. مظبوط سعادتك مظبوط، أنا ما قلتش حاجة، بس المرة دي يا فندم عندي جديد.
غني غرد يا عندليب. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، سيدي وكيل النائب العام، سيدي الحاكم، السادة الحضور، إن الكهرباء مسات رسل رب. أهو شفت يا فندم، لسه الواد اللي بياخد 20 جنيه ويشد السكينة لسه شغال. على عينك يا تاجر، أنا ما جبتش حاجة من عندي. في سويسرا لما النور يا فندم اتقطع مرة واحدة ولمدة دقيقتين، الوزير استقال بنفسه ورد الفلوس كلها بالكامل وقال أنا ما استحقهاش. إنما إحنا هنا عندنا فندم طلباتك يا أستاذ فقير، طلباتك. بس عشان خاطري اختصر، أنا ما رضيتش أرفع الجلسة عشان خاطر مصالح الناس. ها؟ أنا مش هفضل قاعد في الأسبوع ده كتير. للصبر حدود، فهمني؟ للصبر حدود. يا فندم ما تعصبش نفسك. يا سمير هات حاجة ساقعة بسرعة للست القاضي. واجب يا أستاذ فطين. وعندك حاجة ساقعة بس بس أنت هتتفهم، مش عايز التاجر يسكت. طلباتك يا أستاذ فطين. حضور وزير الكهرباء بشخصه. حاضر، من عينيا. تفضل يا أستاذ فطين. شكرا سيد القاضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سمير انضع القضية اللي بعدها، ولو فيها الاسم فطين ده انا هدفع الجلسة. ارفع الجلسة يا سيادتك. هو برضه بيختصم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.